السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده هنكمل شرح شابتر 2 اللي كان بيتكلم على point estimation. احنا هنا هناخد some properties لل estimators. عندنا أول حاجة ال mean squared error لل theta hat. يعني احنا لما بنطلع ال theta hat دي قلنا هي قيمة مقربة لل theta، مش هي بالظبط. فاحنا عاوزين نشوف يعني مدى الايرور اللي حصل ده قد ايه، ونقارن بين كذا استيميتر مثلا. فلو مثلا انا عندي السيتا هات بتاعتي او السيتا الاساسية بخمسة، وعندي استيميتر بتلاتة، وعندي استيميتر بواحد مثلا، فاجيب الاستيميتر عند السيتا اللي هي طلعت لي بتلاتة والسيتا هات اللي طلعت لي بواحد، و عند التلاتة هلاقي مثلا ال mean squared error بتاعي أصغر، فكده أعرف إن دي أحسن بالنسبة لي من السيتاهات التانية. زي ما قلنا هنا احنا بنقارن بينهم ونشوف مين الأصغر. الأصغر هو الأحسن بالنسبة لي. طب قانون ال mean squared error ده هو expected theta hat minus theta all power 2. هو مش ده بالظبط اللي احنا بنستخدمه. احنا بنستخدم في الاخر اللي هو بيساوي variance theta hat plus bias square. طيب ايه bias square ده؟ bias ده اللي هو عبارة عن ال e of theta of theta hat minus theta، هو ده bias بتاعي. لو انا عندي، لو جيت اجيب البايس بتاع سيتا ولقيته بزيرو، يبقى ده بنسميه unbiased estimator. يبقى الunbiased estimator ده يعني لما يبقى ده minus ده equal zero، بمعنى ان ال e of theta hat equal theta. يعني لو انا عاوز اعرف ده unbiased ولا لا، بجيب الexpected بتاع سيتا hat وشوف هيطلع لي سيتا ولا لا. تمام، يبقى عشان اجيب المين سكويرد ايرور بجيب الفارينس بلس البايس ده تربيع. عندنا برضو حاجة تانية اللي هي الكونسيستنسي. لو انا عاوز اعرف سيتا دي كونسيستنت ولا لا، اول حاجة بشوف هي unbiased ولا لا. يعني unbiased يبقى اشوف هل الاكسبكتد السيتا هات ايكوال سيتا ولا لا. ما طلعتش ايكوال سيتا يبقى على طول ده مش consistent. طلعت ايكوال سيتا يبقى ندخل على الخطوة اللي بعدها ونجيب الليمت بتاع الفارينس السيتا هات عندما الان بتقول للانفينيتي، والمفروض ان ده بيطلع لنا بزيرو. يعني لو جبنا ولقينا unbiased وبعد كده طلع لنا الليمت بزيرو، يبقى ده consistent. هناخد امثلة قدام برضه عن الموضوع ده، ان شاء الله الموضوع مش صعب خالص. عندنا كمان حاجة اللي هي ال minimum variance unbiased estimator. بيقول لي انا امتى اعرف ان السيتا هات دي ال estimator اللي عندي ده هو ال minimum variance unbiased estimator. اولا لازم السيتا هات دي تبقى unbiased، ثانيا الفارينس بتاعها اقل من الفارينس بتاع اي سيتا هات تانية. يعني لو انا عندي كذا سيتا هات ومثلا اشوف مين البايست، البايست والانبايست اللي فيهم. البايست خلاص انا مش عاوزاه، انا عاوز الانبايست بس. هنقارن الفارينس بتاع كل واحد فيهم ونشوف الاصغر، هو ده المينيمم فارينس انبايست استيميتور بتاعي. عندنا كمان property اللي هي الافيشنسي. الافيشنسي هنا لما يقول لي الافيشنسي بتاعت سيتا هات 2 given سيتا هات 1، يعني المين سكويرد ايرور بتاع سيتا هات 1 على المين سكويرد ايرور بتاع سيتا هات 2. يعني هو قال لي 2 بالنسبة ل 1، فالاولاني ده هو اللي حطه فوق والتاني ده اللي حطه تحت. هشوف النتيجة اللي تطلع لي. لو النتيجة دي greater than greater than ال 1، يبقى أنا عندي كده اللي فوق أكبر من اللي تحت.
يعني عامة لما بنيجي نقسم، لما نتيجة القسمة طلعنا أكبر من واحد، يعني الرقم اللي فوق بيبقى أكبر من اللي تحت. فلو طلعت لي ال efficiency ب greater than one، يبقى اللي تحت هو الأقل، يبقى اللي تحت هو الأحسن بالنسبة لي. ولو طلع لي ال efficiency ب less than one، يبقى كده اللي تحت أكبر من اللي أنا محتاجة أكتر. ولو طلعت ب one، يبقى الاتنين قد بعض. ممكن ناخد example. هنا اداني exponential distribution، واداني ال theta hat 1 بتساوي x bar، وال theta hat 2 بتساوي n x bar على n plus 1، تمام. وقال لي عاوز الفارينس بتاع ال theta hat 1 وال theta hat 2. ماشي، نبدأ نشوف أول حاجة الفارينس بتاع theta hat 1. theta hat 1 هو قال لي ان هي ب x bar، يعني الفارينس بتاع الاكس بار. طب الفارينس بتاع الاكس بار احنا عارفين ان هو بايه، بيبقى بسيجما سكوير على ان. هو هنا تعامل معاها سماها سيتا، يعني البارامترز اللي عندنا سيتا، فاحنا نتعامل بدلالة السيتا، يبقى سيتا سكوير على ان. والفارينس بتاع سيتا هات 2 اللي هو الفارينس بتاع الاكسبريشن ده، ان في اكس بار على ان بلس 1. انا عندي ان على ان بلس 1 ده كونستانت، ممكن اطلعه بره الفارينس عادي، بس بنطلعه سكويرد. اي حاجه بنطلعها من الفارينس بنطلعها ايه، سكويرد. يبقى هيبقى عندي ان سكوير على ان بلس 1 كلها سكويرد في فارينس الاكس بار اللي فاضل عندي جوه الاكس بار. طيب وقلنا فارينس الاكس بار بكام؟ بسيجما سكوير على ان. يبقى ده تايمز ده هيديني في الاخر ان في سيجما سكوير، ان في سيتا سكوير على ان بلس 1 سكوير. انا كده طلعت اول حاجه اللي هو عاوزها الفارينس بتاع كل واحده فيهم. تاني حاجه قال لي عاوز المين سكويرد ايرور بتاع سيتا هات 1 وسيتا هات 2. طيب المين سكويرد ايرور قلنا اللي هو بنقول ايه، الفارينس زائد البايست سكوير. هناخد بتاع اول حاجه، احنا عاوزين نجيب اول حاجه المين سكويرد ايرور بتاع سيتا هات 1. طيب نروح نجيب احنا اوريدي عندنا الفارينس بتاع جبناه فوق بتاع سيتا هات 1. عاوزين البايست. قلنا البايست هو عباره عن الاكسبكتد اوف سيتا هات 1 ماينس السيتا. فبنجيب الاكسبكتد بتاع السيتا هات، لما نيجي نجيبه هنلاقي ايه، هنلاقي الاكسبكتد بتاعه سيتا منين. احنا عندنا ده exponential distribution. ال exponential distribution بيبقى المين بتاعه بسيتا والفارينس بتاعه بسيتا سكوير. يبقى دلوقتي، يبقى هنا قلنا المين بسيتا، يبقى ال expected of، يبقى طلع لي ايه، unbiased، لان طلع لي ال expected of سيتا هات هو عبارة عن ايه، equal السيتا، يبقى كده unbiased. يعني لما هاجي اطرحهم من بعض هلاقيها بتديني زيرو. يبقى انا كده بقى عندي المين سكويرد ايرور عبارة عن الفارينس بس، لان ايه، البايست عندي طلع بزيرو. يبقى المين سكويرد ايرور هو بسيتا سكويرد على ان. طيب لما اجي اجيب المين سكويرد ايرور بتاع سيتا هات 2، اول حاجة برضو هشوف الاكسبكتد of theta hat 2. طيب ال expected of theta hat 2 يعني expected of n x bar على n plus 1. هنطلع ال n على ال n على n plus 1 عشان هي constant، نطلعها بره، ضلنا expected x bar جوه. واحنا قلنا ان ال expected بتاع ال x bar هو عبارة عن، احنا عارفين المين بتاع ال x bar اللي هو الميو، اللي هو المين عندنا في الحالة دي الثيتا. يبقى n على n plus 1 times theta. يبقى ال biased بتاعنا هنا ده ما طلع لناش، بالنسبة مش unbiased، لان النتيجة بتاعت ده ما طلعتش بتساوي theta، لا طلعت بتساوي n على n plus 1 في theta.
يبقى البايس بتاعنا هو ال expected of theta hat 2 minus theta. هنطرحهم هيدينا theta على n plus 1. هنيجي نعوض فيه في قانون ال mean squared variance. احنا كان عندنا ال variance بتاع mean squared error sorry. فأول حاجة ال variance كان عندنا ال variance بتاع theta hat 2 احنا كنا جايبينه فوق ده جبناه نزلناه تحت عوضنا بيه وهنعوض بالبايس التربيع. هيدينا في الآخر سيتا سكوير على n plus 1. قال لنا ايه تاني؟ قال لنا compare the variances of theta hat 1 and theta hat 2 for n equal 2. يعني لما يبقى عندي 2 بكام؟ يعني هجيب الفارينسز اللي انا جبتهم فوق دول هعوض بكل واحد باتنين. فارينس الثيتا هات 1 هعوض بدل الان باتنين, وهنا الفارينس بتاع الثيتا هات 2 هعوض بدل الان هنا باتنين وهنا باتنين. فهيطلع لي بتاع الاولانية بثيتا سكوير على 2, والتانية الثيتا 2 تايمز ثيتا هات سكوير على 9 دي ثيتا هات. وقال لي ايه تاني؟ طلب مني ان انا اعمل كومباريجن بين ال mean squared error بتاع الثيتا 1 وال mean squared error بتاع الثيتا 2 لما n بتساوي 2. طب احنا كنا برضو جايبين ال mean squared error بتاع كل واحدة فيهم, فرق بس ان احنا هنعوض ب 2. يعني كنا جايبينهم هنا قلنا بتاع الثيتا هات 1 اللي هو ده ثيتا squared على 2, وده اللي هو كان ثيتا squared على n plus 1. انا عاطف كل واحدة فيهم بالتو ونشوف هيطلع لنا ايه. ولو طلب مني يعني مين المينيمم او كده هشوف مين الاصغر فيهم يعني او مين الاحسن فيهم, اكيد يعني العدد الاقل. يبقى احنا كده خلصنا chapter 2 وخدنا افكار مختلفة فيه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا, وبالتوفيق ان شاء الله. شكراً.